Hello. Can you take me to this hotel, please? Yes, yeah, sure. Thank You're welcome. You. Beirut. It's been 20 years now. Back then, I came to interview a beautiful Lebanese aristocrat who defied all norms to become what she said she was born to be, an Oriental dancer. And there she was, blowing my mind away with her walk, her attitude, and her story. Looking at her, you would never imagine the amount of pain she carried. She danced. She danced her rejection, her divorce, her troubled relationships. She danced her loss, the tragic death of her only son underwater, a tragedy she never overcame. It was the first and last time I ever saw her. وقالوا سعيدة في حياتها وصل لكل أحلامها وبين عليها فرحتها في ضحكتها وفي كلامها وعيشة كأنها في جنة وكل الدنيا ملكها وقالوا عنيدة وقوية ما بيأثرش شيء فيها محدش في الحياة يقدر يمشي كلمته عليها هتحلم ليه وتتمنى مفيش ولا حاجة ناقصاها كتير أنا ببقى من جوايا بتقلق ومليون حاجة كاتمها بتوجعني بيبقى نفسي أحكي لحد وأتكلم وعزة نفسي هي اللي بتمنعني وبعمل اني نسياها وحكموا عليا من شكلي ومن العيشة اللي عيشاها انا اوقات ابان هادية ومن جوايا نار رايدة ولو يوم اللي حسدوني يعيشوا مكاني لو ثانية ولو شافوا اللي انا شفته يتمنوا حياة تانية ولو أحكي عن اللي أنا فيه هتفرق إيه الفايدة نبينها كتير أنا ببقى من جوايا بتقلق ومليون حاجة كاتمها بتوجعني بيبقى نفسي أحكي لحد وأتكلم وعزة نفسي هي اللي بتمنعني